شنو تدارتك من رئيس جديد فريق الرجال البيضاء؟ واو، الحاجه هو الانجذابات اللي باغيين يكونوا غازينا. ما كرهناش عوده الرحيمي ومالونغو للفريق، اللي غيعطيو واحد شحنه ايجابيه للفريق، اللي تمكن منا كيف ما كنقولوا لعبوا على الالقاب ديال بصح، ماشي بحال هاد اللعبه ديال دابا مذكور. دابا العاب هذا مذكور، ترى خويا صغير يلعب حتى من المذكور صح، كروسه مقلوبه. وكثاره كنتمنوا من بدراوي يدير لنا شي انتدابات في المستوى واللي تخلينا نلعبوا على الالقاب. الباركور ديال هاد العام شنو كتشوف السبب الرئيسي في ان الرجاء تخلى تعلق في اخر دقيقه؟ مدربين والرئيس السابق. الرئيس السابق هو اللي سبب الانتدابات اللي ما كانوش، وجاب كيف ما كنقولوا جاب الكرارس. و صراحه ما كانش فريق اللي مساجم، ما كانش كوره، ما كانش الرازه، ما كانش الهويه. ثلاثه ديال المدربين اللي تعاقبوا على الرازه، شكون هو احسن مدرب بالنسبه لك؟ تونس الشاب. الشاب لسعد صراحه كان احسن مدرب، وكان احسن مدرب ما عرفش على الصيفطه، هو اللي هو غادي مزيان، كان تبارك الله راه هو اللي غادي بالفريق. احسن مدرب صراحه. واش كتشوف ان التخلي على سعد الشابي هو السبب الرئيسي المشكل اللي كان؟ يقدر يكون سبب تا هو الرئيسي اللي تا هو من الاسباب، تا هو من الاسباب اللي ادى الرجاء في هذه الازمه وهذا الحال. واش كتشوف انهم قادرين يحققوا نتيجه ايجابيه واخا ان لا تغني وجهه خوده خوده؟ لا، اليوم حنا تايقين في اللعابه غيديروا بون ماتش ومربوحه ان شاء الله 3-0، والفيران ضاربين مداربين ومدير مراجع، وكنتمناو من البدراوي يدير لنا شي انتدابات في المستوى. متفق معاك اخويا، مشات لينا عصبه، مشات لينا حتى البطوله، والحمد لله حتى العام الجاي ان شاء الله. غيبقى فيها حتى واخا تلعب في الحمري غتبقى رجاوي وشعبيه جايه جاي من برشيد، وباقي مع شحال من ترافيك وشحال من وجايين على حساب الرازه، وتعيش الرازه وتعيش الفكره جرين بول.